الرحمن الرحيم، ثاني عناصر فلسفة الإنباون شخصية المشتري. شخصية المشتري دي تعرف بأنها شخصية خيالية غير واقعية لعميل متوقع، مبنية على بيانات واقعية حول أعمال، أهداف، مشاكل، عقبات، مصادر شراء، أنماط شخصية، وأي معلومات قد يمكنك كمسوق الحصول عليها. وتعرب باللغة الإنجليزية سيمي فيكشنال، سيمي فيكشنال representations of your ideal customer based on real data and some selecting educated speculation about demographics, behaviors, motivations and goals. وبعدين طبعا الشخصية الافتراضية دي ممكن في حاجات معينة مستخدمة عشان نتعرف عليها عن قرب، اللي هي بنستخدم حاجة من الديموغرافيا لوصف الأفراد الذين ينتمون لمنطقة معينة. يمكن استخدام الديموغرافيا دي أيضا لوصف الأفراد الذين يعني يعتمدون على شراء منتج أو خدمة معينة باستخدام التركيبة السكانية دي، حنشرحها أكثر بعدين. يمكن لمدير التسويق مثلا محاولة فهم ما يفك فيه بعض الأشخاص وما يرغبون في شرائه. فالتركيبة السكانية شنو للعميل؟ التركيبة السكانية للعميل هي فئات من مجموعات المستهلكين ذات الصلة بأغراض العمل مثل التسويق وتصميم المنتجات. بعدين يشير المصطلح ده أيضا إلى دراسة هذه الفئات في صياغة الأعمال. يتم استخدام هذا النهج في إنشاء ملفات تعريف سكانية للعملاء الفرديين وكذلك المجموعات. يعني شنو؟ عندنا مثلا في العاصمة المثلثة عندنا أم درمان، خرطوم بحري، خرطوم. نقوم ناخد عينة نقول دايرين إحنا نستهدف الخرطوم. الخرطوم دي نستهدف فيها شنو؟ من الجنسين. نقول نختار نقول من الجنسين الميل مثلا الرجال، كويس. وفي الرجال ذاتهم نستهدف قطاع معين، فئات عمرية معينة. الفئات العمرية معينة دي تكون مثلا جامعية، أعمار معروفة الجامعيين، ونشوف اهتماماتهم شنو. دي كلها ممكن تتعرف يعني في طرق معينة ممكن تتعرف بها يعني. وبعدين بيكون في شرح يعني مفصل في انه كيف نحن نقدر اول حاجة نحصل على نكون شخصية المشتري. شخصية المشتري دي طبعا ما بيقوم بها قسم التسويق مثلا. طبعا اركان الشركة هي المبيعات وخدمات العملاء والتسويق. كل المثلث ده، أركان المثلث ده بيقوموا بشنو؟ تحديد شخصية المشتري اللي هي الباي بيرسونا، يعني عملية إعداد قوائم شخصية المشتري لازم يقوم بها كل مكون الشركة الأربعة الثلاثة دين وغيرهم يعني في حتى في الإدارة يعني. و شنو تاني اللي احنا ممكن نستفيد منه؟ شنو المصادر؟ المصادر هي طبعا ممكن تكون التخمينات المدروسة، ممكن تتعامل يعني الشخصيات دي ممكن تنظم او تحدد عن طريق المقابلات مع العملاء ذاتهم. انت لما تقابل العملاء دي ذاتهم تعد قائمة فيها طبعا العمر والتعليم والجندر يعني ذكر ولا أنثى وكذا وهكذا. دي كلها تخليك انك تحدد مصادر، تخليك انك تحدد شخصية المشتري والبيانات التاريخية. وشكرا جزيلا.